السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، غموض يكتنف مصير سفينة تعرضت لخمس هجمات بالمحيط الهندي وخليج عدن خلال ساعات، وإلى الوقائع. يكتنف الغموض مصير سفينة شحن تعرضت لخمس هجمات خلال الساعات الأخيرة في المحيط الهندي وخليج عدن، وأفادت هيئة العمليات التجارية البريطانية المعروفة بأكومتو بأنها تلقت منذ مساء الأربعاء خمس بلاغات من طاقم سفينة لم تسمها، مشيرة إلى أن أول هجوم وقع على بعد 57 ميلا بحريا من ميناء عدن، والآخر على بعد أكثر من 74 ميلا في المحيط الهندي. ولم تحدد الهيئة وضع السفينة حتى اللحظة، لكنها ما تزال في تقاريرها تشير إلى مستجدات جديدة حولها. والسفينة التي تتحدث تقارير عن حملها مواد سائبة واحدة من سفينتين، أكدت تقارير بريطانية وأمريكية تعرضهما خلال الساعات الأخيرة لهجمات يمنية، أحدها في البحر الأحمر والأخرى في خليج عدن قبل أن تمتد العمليات إلى المحيط الهندي. وتشير ملاحقة السفينة إلى قرار القوات اليمنية إغراقها على غرار سفينة سونيون التي تأكد انجرافها في البحر الأحمر. وكانت البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي قد أكدت اليوم الخميس إجلاء طاقم سفينة نفط تعرضت لهجوم في وقت سابق بالبحر الأحمر، وذلك عقب تقارير عن جنوحها. وأفادت البعثة الأوروبية المعروفة بإسبيدس بأنها قامت بإنقاذ طاقم السفينة سونيون وعددهم 25 قاربا. وأكد البيان الأوروبي فشل استعادة السيطرة على السفينة التي زعم أنها تحمل 150 ألف طن نفط وتشكل خطرا حاليا. وكانت السفينة سونيون تعرضت لهجمات عدة في وقت سابق الأربعاء، حيث أفادت تقارير إعلامية بريطانية وأمريكية بأن قوات البحرية اليمنية اقتربت من السفينة لإجراء تفتيش روتيني، لكن السفينة استعرضت بطاقمها المسلح، ما تسبب باندلاع اشتباكات انسحبت بموجبها القوات اليمنية التي كانت تستغل قوارب صغيرة ليتم في وقت لاحق قصفها بالصواريخ. والسفينة واحدة من عدة سفن مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي تعرضت خلال الساعات الأخيرة لهجمات يمنية عدة في البحر الأحمر وخليج عدن. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.